قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إن مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة ومنح الثقة للمباشرة بمهامها من أجل تشريع القوانين. وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء مراسيم تسليم واستلام مهام رئاسة الجمهورية التي جرت في قصر السلام، قال إن أولى مهام الحكومة الجديدة هي إرسال الموازنة إلى البرلمان من أجل تشريعها. اليوم الحقيقة بعد تسلم الأخ دكتور لطيف رئاسة الجمهورية سيكون أيضا دعم للكتل السياسية من أجل توحيد وحدة الصف بين مكونات وترميم البيت الداخلي ومن ثم العربي والإقليمي والدولي. الحقيقة هناك قرار بتشكيل الحكومة وتم تكليف الأخ السوداني برئاسة الجمهور رئاسة الوزراء، فبالتالي مهامها الرئيسية هو تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف، وبالتالي دعم الكتل السياسية للمكلف بتشكيل الحكومة من أجل إنجاح مهامها. اقتصاديا البرلمان ماذا سيسعى؟ اقتصاديا البرلمان هو تدري النظام العراقي ونظام برلماني، بالتأكيد يحتاج العملية السياسية إلى دعم البرلمان رئاسة وكتل السياسية من أجل تشريع القوانين المهمة اللي تصف بمصلحة أبناء الشعب. فأحد المهام الأساسية اللي حتى وتم التطرق إليها أثناء المفاوضات ضمن تحالف الإدارة هو الإسراع في إنجاز أو أول مهام للحكومة الحالية هو إرسال الموازنة لتسنى لمجلس النواب تشريع.